السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. هتكلم النهاردة في حلقتنا عن موضوع مهم جدا في التاريخ الإسلامي ترتب عليه نتائج خطيرة في الوقت ده. حلقتنا النهاردة عن معركة عين جالوت، وهي أحد أبرز المعارك الفاصلة اللي استطاع فيها الجيش المصري بقيادة سيف الدين قطز الحاق الهزيمة القاسية بجيش التتار بقيادة كتبغا نائب هولاكو. المعركة دي حصلت بسبب الانتكاسات المريرة اللي حصلت للدول ومدن العالم الإسلامي في الوقت ده. فسقطت الدولة الخوارزمية وسقطت بغداد وقتل الخليفة المستعصم بالله، وتبع كمان ده سقوط مدن الشام وفلسطين، وكل دول خضعوا للتتار. طب يا ترى كانت مصر وضعها ايه في الوقت ده؟ كانت مصر في الفترة دي بتأن من الصراعات الداخلية على كرسي الحكم، واللي انتهت باعتلاء المماليك كرسي السلطنة، وبالتالي الأمير سيف الدين قطز سلطانا لمماليك مصر. وكانت معركة عين جالوت أثر عظيم في تغيير موازين القوة في العالم الإسلامي، وبالذات في منطقة مصر والشام. فتسببت خسارة التتار لمعركة عين جالوت لتحجيم قوتهم وكسر شوكتهم وهيبتهم. طيب احنا عايزين نعرف بقى مين هم التتار ومين هم المماليك، ويا ترى ايه كانت احوال العالم الاسلامي في الوقت ده، وهل اتحد العالم الاسلامي لمواجهه خطر التتار ولا لا، وازاي وصل التتار دون مقاومه من حكام المسلمين رغم ان هم كانوا كتير لاخضاع معظم الدول الاسلاميه، وايه سبب قتال التتار للمماليك او احتكاكهم بالمماليك، ويا ترى كانت احوال مصر ايه عند وصول التتار لحدودها، ويا ترى كمان مين هو كان القائد سيف الدين قطز اللي وصل لعرش مصر، وازاي حدثت معركة عين جالوت، وايه هي خطة المماليك لمجابهة التتار، وايه هي كانت النتائج المترتبة كمان على المعركة سواء للمماليك او للتتار، وبعد ده كله لماذا قتل قطز البطل اللي قدر انه ينتصر على التتار على ايد احد الامراء المماليك، وهو او يعتبر المساعد بتاعه الامير بيبرس. كل الاسئلة دي هنجاوب عليها في الفيديو ده، بس تابعونا لحد اخر الفيديو. وما تنسوناش لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والاعجاب ومشاركة الفيديو عشان يصل لعدد كبير من المشاهدين. تابعونا بعد الفاصل. هنتكلم عن مين هم التتار. بداية التتار او تأسيس الامبراطورية التتارية كانت سنة 603 هجريا 1206 ميلاديا في منطقة منغوليا، وكان تأسيس الامبراطورية دي كانت على يد القائد التتاري جنكيز خان. فتوسعت الامبراطورية الكبيرة دي حتى بلغت حدودها من كوريا شرقا لحدود الدولة الخوارزمية غربا، ومن سهول سيبيريا شمالا لبحر الصين جنوبا، وبدأت بالتوسع غربا زي ما احنا قلنا، حيث أسقطت الدولة الخوارزمية سنة 616 هجريا 1219 ميلاديا. وبعد ما سقطت الدولة الخوارزمية اللي هي تلقت الضربة الأولى للتتار، سقطت المدن بيد التتار الواحدة تلو الأخرى، فسقطت بخارى وسمرقند. بخارى وسمرقند دول كانوا في هما حاليا في دولة أوزبكستان. وبعد كده التتار اجتاحوا إقليم خراسان في بلاد فارس اللي هي إيران الحالية، كل ده كان في سنة واحدة. وفي سنة 617 هجريا 1220 ميلاديا سقطت أذربيجان وهمدان وتبريز وداغستان والشيشان. وبعد وفاة جنكيز خان تولى ابنه أوغطاي خان اللي هو الابن الأكبر ليه، تولى الحكم. وبعد ما توفى أوغطاي خان سنة 649 هجريا 1251 ميلاديا تولى الابن الأوسط منكو خان. ومنكو خان ده عين
ابن اخوه هولاكو واليا لاقليم فارس. وبعد حوالي 5 سنين بدأ هولاكو في حصار بغداد في شهر محرم 656 هجريا 1258 ميلاديا. والحصار ده يعني ما طولش، ما عادش شهر، بعد كده سقطت بغداد ومعها الخلافة العباسية، واستبيحت بغداد وقتل الخليفة المستعصم بالله. وهنا نعرف ان سقوط بغداد مقر الخلافة العباسية ومنغلقة الاسلام والعلوم والفنون في الوقت ده، وبعد حصار ما دامش الا شهر واحد، يدل ده على مدى الضعف اللي وصلت ليه ووصل ليه الحكام المسلمين في الفترة دي. بعد كده هولاكو ما وقفش عند كده، تتوجه بقى لحصار مدينة نيافقين شمال الأناضول، واللي كان بيتحصن فيها الملك الكامل محمد الأيوبي، واللي هو رفع لواء يعني لواء العصيان ضد التتار، وهو اللي كان بينادي دايما ان هو المسلمين لازم يتحدوا ويقاوموا التتار. فعشان كده هولاكو حاصر مدينته وما لبست ان هي سقطت وقتل الملك الكامل. وبعد كده توجه صوب حلب، فأمر الناصر يوسف الأيوبي حاكم حلب بتسليمها ليه، فطبعا الناصر يوسف رفض، فطبعا حاصر برضو المدينة وقدر ان هو يدخلها سنة 658 هجريا 1260 ميلاديا. وبعد كده تولت الأحداث، فدخل حماة ودخل دمشق في نفس الوقت، ولكن حصل يعني ظرف ما كانش على البال ولا على الخاطر. هولاكو لحسن الحظ يعني رجع للعاصمة قراقورم اللي هي عاصمة الإمبراطورية التتارية بعد وفاة عمه من كوخان، ليتولى قيادة التتار، وبعدين وكل قيادة الحملة اللي هي هتكمل بقى المفروض لحد ما توصل مصر، وكلها لأحد أبرع قواده وهو كتبغة أو كتبغة نوين، حيث تمكن كتبغة ده من احتلال جميع مدن فلسطين وبالذات التي لا تخضع للحكم الصليبي، لأن احنا عارفين ان الصليبيين كانوا واخدين جزء من او محتلين جزء من اجزاء بلاد الشام. طيب عايزين نعرف بقى ايه هي كانت احوال العالم الاسلامي قبل وصول الموجات الكاسحه للتتار له؟ في الحقيقه العالم الاسلامي في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي كان كبير جدا، بس منظر كما يعني وليس كيفا. يعني كان هناك ممالك وحكام عرب مسلمين كتيرة، لكن ما قدروش ان هو يوقفوا المد التتاري المتناهي والخاشن اللي ضرب حدود للدولة الإسلامية. وعشان يعني نعرف مدى ان الدولة الإسلامية كانت مترامية الأطراف، فكانت حدود الدولة الإسلامية تمتد لغرب الصين ومرة بآسيا وأفريقيا ووصلت لغرب أوروبا. وطبعا كان بالإضافة لكده كان في الخلافة العباسية اللي هي كانت منبر ومنارة الإمبراطورية الإسلامية، وكان يعني كان في موجود حكام لممالك إسلامية كتيرة كبيرة كما برضو يعني منظر برضو، لكن في الحقيقة كانت ضعف يعني كانت ضعف أدت لسقوطها في نهاية الأمر، يعني قدام أول تحدي ليها أو قدام أول قوة زي التتار زي ما احنا هنفل ونتكلم بعد كده. كمان كان في بيوت زي مثلا البيت الأيوبي، وكان في دولة زي دولة الموحدين في الأندلس. البيت الأيوبي ده كان بعد صلاح الدين انحصر ملكه في بلاد الشام، وبعد كده دولة الموحدين كانت في الأندلس، ودولة سلاجقة الأتراك اللي هي كانت في منطقة الأناضول. وطبعا مش هنقدر يعني في خضم الأحداث دي كلها مش هنقدر احنا ننسى الدولة الخوارزمية، واللي تلقت نصيب الأسد في الصراع مع التتار. والصراع اللي كان بين التتار والدولة الخوارزمية ده عايز له حلقة لوحده علشان نقدر نحن نفرد للصراع اللي حصل ما بين الدولة الخوارزمية والتتار. الدولة الخوارزمية من قوتها كانت هي أول من قدرت إن هي تهزم التتار في معارك كتيرة،
لكن التتار كانوا يعني ذو بأس وكان عددهم كتير، وكانت يعني إمبراطورية لسه وليدة، فما قدرتش الدولة الخوارزمية وحدها الصمود أمامها وكسرها. رغم إن حاكمها محمد بن خوارزم شاه كان بينه وبين التتار يعني هما كانوا جيران، يعني كانوا الدولة الخوارزمية مؤصلة للدولة التتارية، فكان ما بينهم معاهدة حسن جوار. لكن طبعا التتار ما لهمش عهد، سرعان ما نقضوا عهدهم كعادتهم عشان يوسعوا الامبراطورية بتاعتهم على حساب الدولة الخوارزمية. وطبعا دارت معارك بين الدولتين التتارية والخوارزمية زي ما احنا قلنا، يعني الاحداث اللي حصلت في الصراع ما بين الخوارزميين والتتار دي عايزة لها حلقة لوحدها علشان نقدر ان احنا نفرد ليها الأحداث الكتيرة اللي حصلت فيها. ورغم كده قدر المسلمين الخوارزميين ما ينتصروا في البداية، لكن طبعا عشان قوة التتار وقدرة الأعداد بتاعتهم، وكمان نضيف عليه عامل الخيانة والغدر وكمان عدم التعاون بين حكام المسلمين وبعضهم، كل ده أدى في النهاية لهزيمة الدولة الخوارزمية وموت السلطان محمد بن خوارزم شاه في أحد الجزر المائية، بعد طبعا زوال ملكه، يعني من الآخر الراجل مات بحصرته يعني، وبعد أن تلقى الهزيمة على يد التتار. لكن في كان ابنه جلال الدين ابن محمد بن خوارزم شاه قدر إن هو يكون جيش ويعقد تحالفات مع حكام مسلمين، وعاد وحاول إن هو يرجع ملك أبوه اللي هو اغتصبه التتاريين أو الجيوش التتارية، وبرضه قدر في البداية إن هو يحقق النصر في البداية. لكن طبعا حب السلطة والثروات والخناق بقى على توزيع الغنائم ما بين الحكام المسلمين وبعضهم، وطبعا الغدر والخيانة أدى لاختلاف حكام المسلمين، وبالتالي أدت إن شوكتهم يعني تضعف، وأدى في النهاية لهزيمتهم واستباحة أملاكهم من التتار. فمات جلال الدين بن محمد بن خوارزم شاه على يد فلاح من الأكراد بعد برضه هزيمته وفراره أمام التتار. وجلال الدين بن خوارزم شاه ده ينحدر من نسله بعد كده الأمير سيف الدين قطز اللي هو بطل معركة عين جالوت، محور الفيديو بتاعنا النهاردة. وطبعا هنتكلم عن الموضوع ده أو هنتكلم عنه في إطار الأحداث طبعا لما نيجي ونفرد ليها دلوقتي. طبعا كان قصر نظر حكام المسلمين خلاهم إن هم يعني كتر من حكام المسلمين كانوا يعني في ما بينهم منافسة وفي ما بينهم حقد وكراهية، كانوا بيستعينوا بأعدائهم اللي هو وطبعا على رأسهم التتار، وأحيانا كمان كانوا الصليبيين في حروبهم ضد بعضهم البعض. طبعا شوكتهم ضعفت وقوتهم وده كان درس استوعبوا التتار إن المسلمين أو الحكام المسلمين كانوا من الضعف. طبعا الضعف ده أسقط هيبتهم قدامهم، فشجع التتار ده لغزو بدونهم وإسقاطها الواحدة تلو الأخرى. حتى إن الخلافة العباسية اللي هي كانت مفترض إن هي تكون القوة الإسلامية الموجودة للدفاع عن الإسلام سقطت هي الأخرى سقطت هي الأخرى لانصراف طبعا الخليفة العباسي في الملذات والطرف، طبعا في عدم وعيه بالأحداث اللي بتدور حوله. كمان يعني حدث يعني كان حصل خلاف ما بينه وبين جلال الدين الخوارزمي، فبدل ما هما الاثنين يتحدوا ضد الخطر المحيط بيهم اللي هو الخطر التتاري وان هما يساعدوا بعض، الخليفه العباسي استنجد من التتار وجلال الدين بن خوارزم شاه حاول هو ان هو يتحالف مع حليف مسلم اخر او امير مسلم اخر اللي هو سعد الدين الامير التركي سعد الدين بن دجله علشان يسقط الخلافه العباسيه. يعني شوف احنا وصلنا لايه، يعني بدل ان هما يتحدوا مع بعض الخلافه العباسيه وجلال الدين الخوارزمي والامير سعد الدين بن دجله ضد التتار، لا هم الخليفه العباسي حاول يكون حلف مع التتار، وجلال الدين الخوارزمي حاول ان هو يكون حلف مع الامير التركي سعد الدين بن دجله. وفي العموم في الاخر يعني
يعني التتار لما حاول ان هو يغزو الخلافه العباسيه في الاول، يعني الخليفه العباسي جمع جيش هزيل جدا لدرجه ان التتار لما شافوه افتكروا ان دي في خدعه يعني، او من الاخر يعني في الخليفه عمل لهم كمين يعني، فخافوا وما هاجموش بغداد في بدايه الامر. لكن طبعا بسبب الفساد وخيانه الحاشيه اللي حوالين الخليفه، وزي ما قلنا عدم وعي بالامور اللي جاي يعني اللي بتحدث حواليه، وطبعا زي ما قلنا عامل الخيانه، وكان طبعا من ضمنهم الوزير ابن العلقمي او وزير الخليفه العباسي اللي هو ابن العلقمي، اللي كان من الاخر مغيبينه يعني مخليه في غيبوبه ومش حاسس بالاحداث ومهول عليه الامور ويقول له لا 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 ده التتار بعاد يعني بعاد عننا ومش هيعملوا لنا حاجه. ولما التتار حصروا بغداد قال له ما فيش مشكله احنا كده كده يعني، هو حتى حاول ان هو يخلي الخليفه العباسي يفتت الجيش العباسي، وكمان قال له ما فيش مشكله يعني ايه يعني التتار لما هيحصرونا يعني ده احنا لو عملنا معاهم معاهده صداقه وانت طلعت وسلمت المدينه لهولاكو خلاص الموضوع هينتهي يعني. وفعلا هو سمع كلامه لان هو كان بيثق فيه ثقه عمياء، واكتشف يعني ان هو طبعا غلط غلطه عمره طبعا ان هو سمع كلامه وسلم المدينه للتتار. فطبعا الخيانه دي ادت ان الخليفه المستعصم بالله لما سلم المدينه بدون قتال كان طبعا لقمه سائغه للتتار، قدر التتار طبعا ان هو يقتل الخليفه ويقتحم بغداد عاصمه الخلافه العباسيه ويدمرها طبعا، وطبعا دمرها بقى بكل لان طبعا بغداد كانت عاصمه العلوم والفنون، لدرجه ان مكتبه الخلافه العباسيه او مكتبه بغداد كان فيها كنوز يعني كان بقى لها قرون، ومخطوطات كانت بقى لها قرون موجوده محتفظين بيها، وكتب يعني من امهات الكتب يعني، ادت في النهايه ان طبعا التتار عشان الناس هم همجيين ووحشيين طبعا قتلوا وسابوا وخلوا ان الدماء بتجري في شوارع بغداد زي الانهار، وكمان طبعا عشان هم يعني مش عارفين قيمه الكنوز الموجوده في المكتبه دي، خدوا الكتب ردموا بيها نهر الفرات وعدوا عليها للمسافه ما بين بغداد والشام، وكمان قدروا ان هم يقتحموا الشام، اقتحموا حلب وحمص وحماه ودمشق اللي هم يعني كانوا ملوك الايوبيين، كانوا في الوقت ده هم اللي ماسكين المدن والبلدان دي، وطبعا عشان برضو كلهم اطماع وكلهم يعني ما فيش تعاون ما بينهم، وما كانش فيه يعني كل واحد مش عايز ان هو يتنسب ليه نجاح ان هو اللي وقف المد التتاري. طبعا في الاخر ممتلكاتهم دي كلها سقطت في ايد ومدنهم سقطت في الاخر في ايد التتار، لحد ما التتار كمان قدروا ان هم يوصلوا لحدود فلسطين اللي هي كانت تعتبر يعني بدايه حدود الدوله المصريه في الوقت ده، ويبعتوا رسل ليهم تهدد حكام مصر اللي هم كانوا في الوقت ده من المماليك. بس السؤال بقى، هل التتار هم كانوا القوة الخارجية اللي هددت يعني التتار هي دي كانت القوة الخارجية الوحيدة اللي هددت او رسل حكام المسلمين؟ طبعا بالطبع لا، اللي كان فيه كمان الصليبيين كانوا بيهددوا العالم الاسلامي يعني في صورة حملات صليبية من حين لاخر، لكن طبعا الموجات الكاسحة وحدة الحملات الصليبيه دي انكسرت موجتها في نهايه الامر على ايد القائد صلاح الدين الايوبي، وساعتها الصليبيين اكتفوا ببعض الامارات الصليبيه والمعاقر في الشام، وطبعا كان بالاخص كان مقبرها ولايه عكا، وده اللي احنا برضه هنتكلم فيه وهنتحدث فيه لاحقا عن علاقه المسلمين والصليبيين اثناء وجود التتار. هنيجي هنا بقى علشان برضه نعرف زي ما عرفنا مين هم التتار، هنعرف هنا مين هم المماليك.
بسبب الضعف اللي دب في الدولة الأيوبية بعد وفاة الناصر صلاح الدين الأيوبي سنة 589 هجريا 1193 ميلاديا، ظهر الشقاق والتنافس بين ملوك بني أيوب ورثة تركة صلاح الدين الأيوبي، وأدى الشقاق ده لنشوب حروب وتنافس فيما بينهم وبين بعض. طبعا عمت الفوضى العلاقات بين حكام المسلمين خاصة في مصر والشام، حرص كل حاكم على تكوين عصبية عسكرية أو زي ما نقول كده ميليشيات إن هو يعتمد عليها في الاحتفاظ بإماراته وصد عدوان جيرانه. طبعا ده ظهر في القرنين السادس والسابع الهجري والقرنين الثاني والثالث عشر الميلاد. طبعا أول من بينسب ليه بقى الفضل في تكوين فرقة جديدة بالجيش المصري من المماليك هو الملك الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب، لأنه حسب فضلهم عليه في الوصول لكرسي السلطنة من ناحية، وحسن حاجته لقوة عسكرية أو برضه ميليشيات تنتمي أفرادها ليه ويرتبطوا بالولاء له، بعد ما طبعا لمس غدر الطوائف الأخرى زي الأكراد والخوارزمية. لأن طبعا الخوارزميين بعد ما تفتتت ملكهم الجيش بتاعهم متفكك وبقوا يكونوا زي برضو فرق مرتزقة بيبيعوا خدماتهم للي يدفع اكتر. فزي ما احنا قلنا كون فرقة اللي هو الصالح نجم الدين ايوب كون فرقة جديدة من المماليك الاتراك او الرقيق الابيض اللي جابهم من بلاد اسمها بلاد القب جاق شمال البحر الاسود وبلاد القوقاز عند بحر قزوين. كان بيجيبهم صغيرين يعني بياخدهم يربيهم عنده كده فينشئهم نشأة دينية وعسكرية يعني يعلمهم القرآن والأحاديث والتفسير، وفي نفس الوقت بينشئهم بقى النشأة العسكرية اللي هي اللي عن طريق بقى تعليمهم استخدام السيوف والنبال والسهام والحاجات العسكرية دي يعني استخدام السلاح يعني. وأطلق عليهم اسم المماليك البحرية لانه اختار السكنات بتاعتهم بجوار جزيرة الروضة على النيل. وقد يعني اجمع المؤرخين على ان الاتراك القبجاق دول كانوا بيمتازوا بجمال الشكل وقوة البأس والشجاعة النادرة، وطبعا نتيجة للظروف الداخلية والخارجية اللي كانت غير مستقرة واللي احاطت بالعصر الايوبي في الوقت ده، منها طبعا كثرة الحروب بين البيت الايوبي بعضهم البعض من جهة ده يعني داخليا، وبين الحملات الصليبية وغزو التتار من جهة اخرى. وهنا بقى وبعد احداث كتيرة حصلت قدر ان المماليك يوصلوا لحكم مصر وانقسموا لدولتين حكمت مصر قرابة قرنين ونص من الزمان. اول دولة كانت اسمها المماليك البحرية، وكان طبعا اول من اسسها هو السلطان ركن الدين بيبرس او الظاهر بيبرس بعد كده اللي قتل سيف الدين قطز، وبرضه هنعرف خلال الاحداث واحنا ماشيين دلوقتي. المماليك البحرية دول ظلوا يحكموا مصر والشام قرابة قرن وثلث من الزمان، بداية من 648 ل 784 هجريا، ومن 1250 ل 1381 ميلادي. دي كانت الدولة الأولى. الدولة الثانية كان اسمها برضو كانت من المماليك بس كان اسمهم المماليك الجراكسة أو البرجية، وكانوا من يعني كانت بدايتهم كانت من سنة 784 ل 922 هجريا، 1382 ل 1517 ميلادي. وبذلك تكون دولة سلاطين المماليك الدولتين اللي هي الأولى والثانية في مصر والشام استمرت أكثر من قرنين ونص من الزمان زي ما احنا قلنا، لحد ما السلطان العثماني سليم الأول غزا مصر. وظل المماليك يمثلون الأرستقراطية الحاكمة بوصفهم القوة الحربية اللي فرضت سيطرتها على البلاد ونهضت بمهمة الدفاع عنها، ويعني بما ان الجماعة العسكرية معروفين ان هم دايما بيبقى هم الصفوة لان هم دول اللي بيدافعوا عن شؤون البلاد، فهم دول بيبقى ليهم الاحقية في حاجات كتيرة قوي وبيبقى لهم امتيازات في حاجات كتيرة قوي. وكان المماليك من اكثر من عنصر، يعني المماليك ما كانوش من عنصر واحد، كانوا من اكثر من عنصر، كان منهم الاتراك، كان منهم الشراكسة، وكان منهم المغول.
طبعا في ناس هتسأل ازاي كرم المغول. هنقول ان كان في قسم من التتار كان اسمه القبيلة الذهبية، وكان زعيمها اسمه بركة خان. البركة خان ده اسلم، وهو اصلا كان العدو اللدود لهولاكو، فعلشان كده لما اسلم بقى يعني نقدر ان هو كان سند للحكام المسلمين، والقسم او القسم اللي كان تابع للقبيلة الذهبية دي من التتار دعم بيه الحكام المسلمين قواتهم العسكرية فيما بعد. وطبعا ده بيفسر ظهور بعض العادات المغولية من اكل لحوم الخيل وتخمير لبنها وصناعة انواع من الخمور. وكمان احد المماليك اللي هم كانوا تابعين للتتار وصل لسدة الحكم، وكان برضو اسمه السلطان كتبغا، وتقريبا قعد سنتين في الحكم. طبعا بالاضافه بقى للمغول والترك والشراكس اللي احنا قلنا عليهم، كان في كمان الصقالبه والروم والاسبان والالمان وغيرهم من اجناس المماليك. وقدر المماليك مواجهه المشاكل العديده اللي واجهت المسلمين، سواء كانت مشاكل خارجيه من التتار والصليبيين او داخليه من ثورات ومؤامرات وازمات اقتصاديه. طيب هنتكلم دلوقتي عن قائد معركة عين جالوت اللي هو السلطان المملوكي سيف الدين قطز. اسمه بالكامل هو محمود ابن ممدود ابن خوارزمي شاه. ولد في الثاني من نوفمبر عام 1221 ميلادي ببلاد ما وراء النهرين او مملكة خوارزم ببلاد فارس. وتوفي في 24 أكتوبر سنة 1260 ميلادي بمنطقة الصالحية بمصر. هو كان ابن أخت السلطان جلال الدين خوارزم شاه، زي ما احنا قلنا قبل كده آخر سلاطين الدولة الخوارزمية، واللي كانت بتحكم منطقة آسيا الوسطى وغرب إيران. اختطف عقب انهيار الدولة الخوارزمية على يد التتار عام 1231، وطبعا اخذ كغيره من الاطفال الى بلاد الشام كي يباع في سوق العبيد على انه مملوك يعني. وانتهى به الامر مملوك عند عز الدين، عند السلطان عز الدين ايبك احد امراء المماليك في مصر. والسلطان عز الدين ايبك يعني امر بتعليمه اللغة العربية والقرآن الكريم، يعني زي ما احنا قلنا كعادة السلاطين والملوك بيجيبوا المماليك الصغيرين، وزي ما احنا قلنا قبل كده ان هو بيعلموهم القرآن الكريم ومبادئ الفقه الاسلامي، وكمان بيدربوهم على فنون الحرب واستخدام السيف والروم والفروسية والعديد العديد يعني من المهارات القتالية الاخرى. يعني ترقى في المناصب لحد ما وصل قائد لجند او القائد لحرس عز الدين ايبك، وبعد كده بقى قائد للجيوش او للجيش المصري عقب لما عز الدين ايبك اتجوز شجرة الدر وهو اللي مسك الحكم بقى على عرش سلطنة الدولة المملوكية. وهنا هتنتهي الحلقة بتاعتنا اللي هي كانت بتتكلم عن معركة عين جالوت. ارجو ان انا عارف ان انا طولت، بس ارجو ان انا اكون افدتكم وعرفتوا حاجات ما كنتوش تعرفوها عن المعركة دي. وإن شاء الله إلى حلقة قادمة بإذن الله، وأشوفكم عن قريب بإذن الله. شكرا ليكم.